محطة جديدة في تاريخ العطاء الخيري والمكرمة الأميرية من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لأبنائه الأيتام في مجمع الرعاية الاجتماعية، تمثلت في عيدية مهداة من سموه لهم بمناسبة عيد الفطر السعيد. هذا العيد يعني شمل رعايته صاحب السمو أبناء الحضانة العائلية بتقديم عيادي خاصة لأبناء من البنات وبنات أبناء الحضانة العائلية لاهتمامه الشخصي بكل هذه الفئة ولاهتمامه بتربيتهم وصقل مواهبهم واندماجهم بالمجتمع وليكونون عنصرا فاعلا في دولتنا دولة الكويت. ولله الحمد كل الإمكانيات مسيرة سواء ضمن الميزانيات أو تقديم أو عون من صاحب السمو شخصياً. عادة إنسانية تقوم بها وزارة الشؤون سنوياً تلتقي خلالها بجميع دور الرعاية الاجتماعية لتقديم التهاني وتوزيع العياد على النزلاء، وهذا العام حرصت على تجميع المسنين وأبناء الحضانة العائلية والمعاقين والنزلاء في مقر واحد للتأكيد على البيت الواحد الكبير الذي يجمع الكبار والصغار وسط أجواء عائلية. كعادة وزارة الشؤون تلتقي بجميع دور الرعاية سواء من المسنين أو أبناء الحضانة العائلية أو المعاقين أو حتى خدمة النزلاء. لله الحمد اليوم صار يعني تجمعهم كلهم في مكان واحد حتى نبين البيت الكبير، البيت اللي فيه الجد والجدة والأبناء والصغار والكبار، ويلتقون ويحسون في جو عائلي. فرحة رسمها سمو أمير البلاد على وجه فئة من أبنائه تأكيدا لاهتمامه الشخصي بهم ودعمه لتلبية احتياجاتهم وصقل مواهبهم والمشاركة في دمجهم مع المجتمع ليكونوا عنصرا فاعلا.